ايه لحد دلوقتي. اتفقنا مع بعض يا باشمهندسين اول حاجه بنعمل ايه؟ ها فايل الناس انا عاوز تتكلم معايا فايل ايه نيو وافتح يا باشمهندسين ملف التمبلت. واظن الناس فهمت ملف التمبلت ده مهم ليه. تمام يا شباب؟ بعد ما فتحت ملف التمبلت يا باشمهندسين بعمل ايه؟ ها اقول له انزيرت بلوك تفتح نفس الشاشه. احنا بنفتح بقى ايه تمام يا باشمهندسين. بعد كده اقول له ايه براوز وافتح يا باشمهندسين الخريطه الكونتوريه بتاعتي. ناس فاهماني؟ بعد كده يا باشمهندسين بعد كده ايه يا باشمهندسين بتاكد ان هنا دي غير مفعل وهنا ايه مفعل. بعد كده اقول له ايه اوكي. دلوقتي يا باشمهندسين الخريطه الكونتوريه بتاعتي ايه ظهرت. بعمل ايه بعد كده؟ ها من قائمه طول سبيس اقول له ايه هنا سيرفيس كرييت ايه كرييت سيرفيس. ماشي مفيش مشكله. بعد كده اقول له يا باشمهندسين اي اسم عندي وبعد كده اقول له ايه اوكي. تمام. بعد كده اعمل ايه يا باشمهندسين؟ انا بس ايه اصغر ده بس شويه. اقول له هنا يا باشمهندسين من ديفينيشن كونتور بعد كده اقول له يا باشمهندسين كونتور واروح راح ايه اقول له اد وبعد كده اقول له اوكي واختار الخريطه الكونتوريه اللي عندي. تمام يا شباب؟ طبعا الايرور الكتير دي هنحلها بعد شويه. تمام يا شباب؟ ظهرت عندي ايه السيرفيس. دلوقتي يا باشمهندسين اروح قايل له نو ديسبلاي عشان ابدا في الخطوه اللي بعد كده او بوردر قول لي زي ما باشمهندس بيقول اي حاجه. بعد كده يا باشمهندسين اقول له من قائمه طبعا الاين مينت انا لو عاوز اعمله ممكن اعمله من لي اوت او ممكن اعمله منين؟ من بولي لاين زي ما انت عاوز. وليكن يا باشمهندسين انا اعمله من هنا منين؟ من لي اوت. اقول له هنا يا باشمهندسين يبقى انا دلوقتي طبعا انا فاهم الايه القواعد اللي انا اديتها لكم قبل كده والمفروض ان انت تعمل خط اوتوكاد وتعمل ايه طبقا للقواعد وتعمل تشيك على نفسك وبعد كده تخش في الخطوه دي. انا اخش هنا على طول. اقول له هنا يا باشمهندسين الاين كرييت ايه الاينمنت باي ايه باي لي اوت. السرعه كام يا باشمهندسين؟ 120. جبتها منين 120؟ ها لان يا باشمهندس الايه الداتا اللي هي بتاعه المشروع موجود فيها السرعه بالشكل ده. تمام. لان الطريق عندي ايه اكسبريس لكن لو طريق فري واي فالسرعه لازم تبقى كام 120. واختار طبعا الستايل والليبل اللي انا عاوزه. بعد كده يا باشمهندسين اقول له ايه هنا كيرف اند سبايرال سيتنج ده الطريقه اللي احنا خدناها واظبط هنا يا باشمهندسين السبايرال والايه والكلام ده. في طريقه ثانيه بقى يا باشمهندسين اللي انا اقول له ايه اقول له والله هنا ايه تانجنت تانجنت ايه نو كيرف تانجنت تانجنت نو كيرف واروح هنا يا باشمهندسين مختار نقطه البدايه وهنا يا باشمهندسين طبعا المفروض تبقى للقواعد اللي هي المسافه اللي فوق ده يبقى المفروض تبقى افقي والحاجات دي. سيبك من القواعد دلوقتي خلاص يا باشمهندسين. لو فرضا المسار بتاعك بالشكل ده انا دلوقتي يا باشمهندس عملت مسار بالشكل ده وليكن بالشكل ده طبعا عامله غير ايه القواعد. ممكن يكون نسبه 90% طبقا للقواعد بس مش مشكله طبعا فاهمين القواعد بتنعمل ازاي خلاص. طيب دلوقتي يا باشمهندسين انا عندي في هنا منحنى ما عنديش منحنى. هنقول والله فرضا ان المنحنى الاولاني ده يا باشمهندسين سيمبل. طب السيمبل بنعمله منين؟ ها من القايمه دي. واقول له هنا يا باشمهندسين فري كيرف فيلم يقول لي هنا يا باشمهندسين ايه الفيرس انتيتي صح اللي هو المدخل الاولاني. اقول له ده المدخل الاولاني. يقول لي النكست فين؟ اقول له ده النكست. يقول لي الريديوس الليس زان 180 ولا اكتر ده اقل من 180. طيب الريديوس كام؟ احنا حسبناه من المعادله او من الشرطات بتاعت القشطه او من البرنامج طلع كام يا باشمهندسين؟ 800. راح رسم لي المنحنى بالشكل ده. في مشكله دلوقتي في السيمبل؟ طيب عايزين نعمل المنحنى الثاني ايه؟ سبايرال. نعمله ازاي يا باشمهندسين؟ نيجي اول حاجه نخش هنا من الاينمنت
نقول له ديزاين كرايتيريا اديتور، اروح اشوف الاول طول الايه السبايرال دي كام، صح ولا يا باشمهندسين؟ طيب اروح اجي على الالاينمنت اقول له ايه سوبر اليفيجن تيبل، واجي هنا يا باشمهندسين اخش على الاي عندنا بكام 6%. بعد كده يا باشمهندسين اخش على حاجه اسمها ترانزيشن لينس تيبل، في عندي حاجتين يا باشمهندسين بيقول له هو الطريق اللي عندك ديفايدد ولا الطريق اللي سوري الطريق اللي عندك انديفايدد ولا الطريق اللي عندك ديفايدد. احنا دلوقتي يا باشمهندسين احنا كنا بنتكلم على عندي في نوعين من الطرق اللي هو الانديفايدد اللي هو ايه عباره عن ايه تو لين تو واي صح، وليه يا باشمهندسين والديفايد هو سماه عندنا الانديفايدد يا باشمهندسين لانه بيعمل تدوير لحاره واحده فسماه عندنا هنا يا باشمهندسين لما جيت احسب الترانزيشن لينس حسبه لايه لتو لين يعني الطريق كله ايه حارتين. طيب عندي الفور لين ده يا باشمهندسين لو انا عندي الطريق توتال اربع حارات او اكثر، ليه يا باشمهندس؟ لان هو هنا خد هو المفروض اصلا كله ثابت. ليه كله ثابت؟ لان لو عندي في السبايرال كنا بنحسب ال سبايرال منين يا باشمهندسين؟ يبقى كنا بنحسب يا باشمهندسين ال سبايرال من القانون دلوقتي يا باشمهندسين السبايرال ال سبايرال كنا بنحسبه منين؟ من الفي تكعيب على 28 الار او من ايه القانون اللي هو الايه تربيع على الار في الاف، بس مش معترف بيه الايه تربيع على الار في الاف ده بتاع جامعه القاهره السيف اللي ايه القانون بتاعه ايه تربيع على 200. خلاص شباب؟ طيب المهم القانونين دول يا باشمهندسين فيهم عرض الحاره؟ فيهم عرض الحاره؟ ما فيهمش عرض الحاره. طب ما ليه هو يا باشمهندس هنا صنفهم لتو لين وفور لين؟ ها؟ ليه يا باشمهندس؟ هو صنفهم هنا يا باشمهندسين لتو لين وفور لين يعني المقصود بيه هو الطريق ايه ده يا باشمهندس عباره عن ايه؟ عباره عن حارتين صح؟ طيب لما اجي هنا النقطه دي نقطه التدوير فهو هيدور هنا ايه؟ حاره واحده صح يا باشمهندسين؟ طيب لما يجي يدور حاره واحده دي يا باشمهندس التكنيكال بتاعها زي لما يكون عنده طريق ديفايند بالشكل ده وادور نص الطريق كله تمام؟ فهو يا باشمهندس ايه؟ عمل ايه؟ قال ده يبقى قيم وده قيم. طيب ده قيم وده قيم يا باشمهندس ده هو قانون واحد اللي هو في تكعيب على 28 ار جاب منين اللي هو بتاع عرض الحاره؟ تمام يا باشمهندسين؟ قال لي يا باشمهندس انا هاخد ده انا عندي الاشبو بيقول لي في قيمه مينيمم للال سباير وفي قيمه ماكسيمم للال سباير انا هاخد ده المينيمم واخد ده احتياطات ازيد شويه بس هتبقى اقل من الماكسيمم وراح واخد ده في جدول وده في جدول. حد فاهم حاجه؟ مفهوم يا باشمهندسين؟ يبقى اختصار الكلام يا باشمهندس لو الطريق اللي عندي تو لين يعني ايه يا باشمهندس؟ تو لين تو واي يبقى اختار ايه هنا يا باشمهندسين؟ اخد ال سبايرال منين؟ من تو لين. لو هو يا باشمهندس حارتين في اتجاه واحد او ازيد طريق حارتين رايح حارتين جاي او ثلاث حارات رايح ثلاث حارات او اربع حارات بخش فين؟ احسب ال سبايرال من هنا. طب الاثنين دول القيم بتاعتهم بين المينيمم والماكسيمم اللي موجوده في القشره. فصح ما فيهوش مشكله بس هو قال البرنامج واخد احتياطات زياده. خلاص شباب؟ طيب انا عندي هنا الطريق عدد الحارات بتاعته كام؟ ستة ثلاثة رايح وثلاثة جاي بخش فين؟ اخش في ده. تمام يا باشمهندسين؟ طيب السرعة اللي عندي كام؟ 120. الراديوس كام؟ 800. يبقى ترانزيشن لينس كام؟ 85. انا هنا دخلت الليلة دي عشان اعرف الترانزيشن لينس طوله كام؟ تمام يا شباب؟ طوله كام هنا؟ 85. طيب انا هنا دلوقتي يا باشمهندسين هنا دلوقتي يا باشمهندسين عاوز ارسم هنا ايه؟ السبايرال كيرف سبايرال صح ولا يا شباب؟ ارسمه ازاي بقى؟ ده الجديده بقى اللي احنا ما قلناهاش من هنا كده يا باشمهندسين اقول له ايه؟ فري سبايرال كيرف سبايرال تمام يا باشمهندس؟ بعد كده اقول له ايه هنا؟ يقول لي سيلكت فيرست انتري اقول له هو ده الاولاني يقول لي فين النكست اقول له ده النكست يقول لي اقل من 180 اقول له اقل من 180 يقول لي طب الراديوس كام؟ 800. يقول لي يا باشمهندس طب السبايرال لينس بتاع الاولاني طوله كام؟ 85. جبته منين؟ جبته من الجداول اللي موجوده في البرنامج. ها؟
طب السبايرال الثاني اللي بعده مش هو سبايرال كيلف سبايرال؟ الاولاني 85، طب الاخراني كام؟ 85. يبقى دي طريقه ثانيه يا باشمهندسين للادخال غير الطريقه اللي احنا قلناها المره اللي فاتت. في مشكله؟ طب وبعد كده اقول له مسطره يا باشمهندس يروح راسم لي ايه؟ راسم لي السبايرال. نشوف يا باشمهندس هل الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي. هو هنا دي نقطه يا باشمهندسين اسمها ايه دي؟ اس سي صح؟ وهنا ده اسمها ايه؟ فاكرين انتوا الكلام ده؟ تي اس اللي هي عباره عن ايه؟ من تانجنت لسبايرال صح؟ مش سبايرال ده اختصار اس والتي دي اختصار تانجنت، يبقى دي تانجنت سبايرال. وهنا ده يا باشمهندسين ايه؟ سبايرال كيرف صح ولا يا شباب؟ وهنا ده ايه؟ كيرف سبايرال صح؟ وبعد هنا ده ايه يا باشمهندسين؟ سبايرال تانجنت. مفهوم ولا يا شباب؟ ايه مفهوم؟ طيب يا باشمهندس بالنسبه للمنحنى الاولاني اللي هو السيمبل اللي انت رسمته ده يا باشمهندس ورهولنا كده. هنا ده ايه يا باشمهندسين؟ بي سي العاديه. وهنا ايه يا باشمهندس؟ بي تي العاديه. حد فاهم حاجه؟ طيب لو دخلنا هنا يا باشمهندس في البروبرتيز هتلاقي هنا اهو يا باشمهندس فوق اهو جايب لك انا عندي الكيرف لاين، كيرف لاين كيرف الاولاني الريجس بتاعه كام؟ 800. عندي بعد كده سبايرال كيرف سبايرال، السبايرال ده يا باشمهندس الطول بتاعه كام؟ وبعد كده في ريجس طول كام؟ الريجس بتاعه كام؟ 800. بعد كده في سبايرال كام؟ 85. بعد كده في ايه؟ التلج. يبقى المره اللي فاتت احنا شرحنا الطريقه الاولانيه وده طريقه ثانيه فين؟ في الادخال، الطريقه اللي تريحنا. خلاص يا شباب؟ طيب. دلوقتي يا باشمهندسين السوبر اليفيشن كده على العجاله نعملها ازاي؟ قلنا ها مراجعه كده سريعه ها سوبر اليفيشن او منين ثاني يا باشمهندسين للناس اللي عاوزه برضه ايه يعني الموضوع يبقى عندها احسن من هنا كده يا باشمهندس اقول له يا باشمهندسين ايديت سوبر اليفيشن تظهر لي نفس الشاشه. اقول له هنا دلوقتي كالكوليت يبقى دلوقتي يا باشمهندسين من سوبر اليفيشن اقول له ايه كالكوليت سوبر اليفيشن. دلوقتي يا باشمهندس انا دلوقتي انت عملت سوبر اليفيشن ولا لسه عاوز تعمل حساباته؟ لسه عاوز تعمل حساباته يبقى تفتحه ازاي؟ فاهم قصدي يا باشمهندس؟ يبقى انا اقول له احسبه لي الاول فاقول له كالكوليت سوبر اليفيشن ناو. لو حاسبه تفتح من تحت. تمام؟ طيب عندنا دلوقتي يا باشمهندسين عاوزين نشتغل على ايه؟ وليكن الطريق اللي عندي طبعا انت عندكم هنا ايه؟ تلات حارات رايح تلات حارات جاي، الجزيرة كام؟ ها؟ الجزيرة كام؟ 5.5. أنت عاوز تعملها 5.5 يبقى التدوير حوالين ايه؟ الميديان ايدج. لو هي أقل من 4.5 تبقى ايه؟ تدوير حوالين ايه؟ السنتر لاين بتاع الجزيرة، صح ولا يا باشمهندسين؟ لو هي أكتر من 12 متر يبقى كل واحد لإيه؟ لوحده. تمام يا باشمهندس؟ وليكن هنا يا باشمهندسين هنشتغل ايه؟ ها اكتر من 12 متر يبقى كل ايه يا باشمهندس تاخدها مثلا 15. يبقى التدوير هنا يا باشمهندسين هنعمل ايه بقى هنا دلوقتي؟ التدوير حوالين السنتر ولا حوالين الميديان ايدج؟ ها؟ حوالين يا باشمهندسين السنتر ده المقصود بايه؟ سنتر كل طريق لوحده. لكن سنتر الجزيره ده اللي هو اسمه البيز لاين. امتى بيز لاين؟ لو اقل من 4.5. طب احنا قلنا الجزيره كام؟ 15 صح ولا يا باشمهندسين؟ اكتر من 12 يبقى كل واحد لوحده يبقى دي ما تنفعش. طيب يا باشمهندس لو اخترت من هنا ميديان ايدج يبقى ده الجزيره انت كنت واخدها من كام؟ من 4.5 ل 12. تمام يا باشمهندس. طيب هنا بقى يا باشمهندس لما تاخدها 15 انت عاوز تدور حوالين ايه؟ طبعا كل طريق لوحده. هتدور الطريق ده لوحده ده عند السنتر وده عند السنتر ولا يا باشمهندس هتدور الانسايد ده والانسايد ده يعني الاوتر ولا يا باشمهندس الايه الاوتسايد اللي هو الايه؟ الاوتسايد اللي هو يا باشمهندسين اللي هو الايه؟ الانر. فاهمين ولا يا باشمهندسين؟ عاوزين ندور حوالين ايه دلوقتي؟ السنتر مثلا. بعد كده اقول له يا باشمهندسين اقول له نيكست. الطريق هنا يا باشمهندس هنا بقول لي ايه هنا؟ ها النورمال لين ويتس اللي هو عاوزه هنا ايه؟ اللي هو عباره عن ايه؟ ها؟ هو الطريق عندك طلع كام حاره؟ 3 رايح و3 جاي، صح يا باشمهندس؟ طيب لو 3 رايح و3 جاي هل ينفع يا باشمهندس بقى ان انا اعمل عمليه تدوير حوالين السنتر؟ ما ينفعش السنتر. صح يا باشمهندسين؟ لان انا كده في نص الحاره اللي في النص،
يبقى المفروض اللي انا ادور حوالين ايه؟ الانر او الاوتر. يبقى نرجع لورا نقول له ندور حوالين ايه يا باشمهندسين دلوقتي؟ وليكن حوالين الاوتر زي ما احنا شغالين هنا دلوقتي. الباشمهندس عاوز الانر ما نزعلوش. خلاص يا باشمهندس؟ بعد كده نقول له ايه؟ نقول له نكس. تمام يا باشمهندس؟ طيب دلوقتي بقى يا باشمهندس لما اجي ادخل النص هنا دلوقتي مفيش مشكله. نص العرض الطريق اللي هي الحاره زائد النص، صح يا شباب؟ اللي هي كام؟ ها؟ 3.65 زائد كام؟ كام يا باشمهندسين؟ زائد 3.65 على 2، التوتال كام؟ 5. اللي هي عرض الحاره يا باشمهندس. يبقى يا باشمهندسين 3.65 على 2 فقال كام؟ اللي هي متر كذا زائد 3.65 يطلع عندك كام؟ 4.45 من 100. 5. طيب ماشي كده يعني؟ ماشي. طيب النورمال لين واسلوب اللي هو عباره عن ايه؟ النورمال كراون اللي هو اللي هي يا باشمهندس ميل الطريق العرضي في منطقه الاستريت عشان صرف المطر قيمته كام؟ 1 لـ2% زي ما باشمهندس بيقول، هناخده وليكن كام؟ 2%. خلاص يا باشمهندس؟ بعد كده نقول له نيكس. في هنا شولدر ولا ما فيش شولدر؟ ها؟ طبعا في شولدر، لازم يكون في شولدر. طب الشولدر ده يا باشمهندس عرضه كام؟ 1.8 زي ما باشمهندس بيقول. طب الميل بتاعه كام؟ وليكن 5%. نعم. هو يفضل المينيمم بتاعه يبقى 1.8، يفضل المينيمم بتاعه يكون 1.8 لكن ممكن يقل. يا باشمهندس احنا اصلا المفروض حساب عدد الحارات بنحسبه بطريقه اسمها ال اتش سي ام. تمام يا باشمهندس؟ طريقه ال اتش سي ام دي يا باشمهندس بتحدد لي المفروض لو انت شغال على الايديال اللي هي 1.8 يبقى الفاكتور بتاعه يبقى 1. لو انت شغال اقل او اكتر فانت بتاخد احتياطات شويه زياده معاك في اللزوم. فعشان تبعد بعيد عن القصه دي كلها خد ايه؟ الايديا، الايديا اللي هو بيقول لك 1.8. خلاص شو هذا؟ عرض الحاره الايديا اللي هو 3.65. انت اشتغل على الايديا عشان تبعد بعيد عن قصه الاتش سي ام. في نسبه كبيره من الشحنات تاخدها 4. نعم؟ هو يفضل انت تشتغل على الايديا اللي هو 3.65 عشان تبعد بعيد عن الاتش سي ام. لو انت هتصمم بقى عدد الحارات بطريقه الاتش سي ام دي اللي انتم ما درستوهاش، تمام، يبقى ايه؟ تاخد بقى تزود او تقلل براحتك. خلاص؟ بعد كده يا باشمهندس بقول له هنا ايه؟ انا عاوزك تدور لي الكلام ده ايه؟ ماتش ايه؟ لين سلوب، يعني نفس الميل في منطقه السوبر اليفيجن يبقى ميل الشولدر هو نفس ايه؟ ميل اللين. بعد كده اقول له يا باشمهندسين اقول له نيكس. هنا يا باشمهندس المواصفات اللي احنا كنا شغالين عليها كان الاي بكام؟ 6%. هنا يا باشمهندس تو لين ولا فور لين؟ فور لين. ليه فور لين؟ اكتر من كام؟ من 2. بعد كده يا باشمهندسين طبعا انا عندي هنا كراوند، يعني ايه يا باشمهندس؟ شكل قطاع الطريق كراوند، ما دي كراوند او بلانر بناء على صرف المطر. انتوا اخترتوا ان انا يكون ايه؟ كراوند من البدايه وانت جاي تختار، صح ولا يا باشمهندس؟ طيب هنا يا باشمهندسين انا شغال سيمبل ولا سبايرال؟ سبايرال. وفي منحنى سيمبل وفي منحنى منهم سبايرال، يبقى اظبط دي كام؟ 70، صح؟ ولو سبايرال يبقى كام؟ اللي هي ال 100%، يعني الانتقال كله هيبقى على السبايرال اللي احنا كنا بنقول عليها نص ونص. مجموعهم اللي هو الواحد. تمام يا شباب؟ بعد كده اقول له يا باشمهندسين اقول له فينش. بعد كده يا باشمهندس لو انت بقى عاوز تظهر السوبر الليفيجن عرفنا اللي احنا ايه نظهره منين. تمام يا شباب؟ طبعا انت هنا برضه في حاجه ثانيه ممكن تظهر منها السوبر الليفيجن من ليبل هنا يا باشمهندسين. اقول له هنا يا باشمهندس اظهر لي ايه؟ سوبر اليفيجن، واختار من هنا ايه؟ كريتيكال بوينت، واقول له هنا يا باشمهندسين واقول له باص، واقول له ايه؟ اوكي واوكي. يروح ظاهر لي يا باشمهندس هنا السوبر اليفيجن هنا بكام؟ 6% على المنحنى اهو، وقبل المنحنى هنا يا باشمهندسين كان كام؟ 2.02. اهو بصوا يا باشمهندسين البدايه عنده اهو. ده يا باشمهندس منطقه ايه؟ 2.2 دي منطقه ايه؟ الاستريت، صح ولا لا؟ بعد كده يا باشمهندسين بيعمل ايه؟ 0 وكيو. بعد كده يا باشمهندسين ايه؟ ميل كله ايه؟ اي. بعد كده يا باشمهندسين ايه؟
6%، صح ولا يا باشمهندسين؟ هنا ميل كله كيو، بعد كده 0% اللي ايه اللي هي الاي. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ اللي هو ده الكلام اللي احنا كنا بنقوله هنا يا باشمهندسين، ان هو في منطقه الستريت كيو كيو بيمشي مسافه ال اس 1 يوصل لصفر وكيو، بعد كده ايه؟ 7/10 ابقى ال اس 2 كلها يوصل لميل كله ايه؟ لميل اي، والبي سي دي كانت حاصله قبلها ايه؟ 7/10، وبعدها كام؟ 3/10، صح ولا يا شباب؟ هو ده اللي موجود هنا هو يا باشمهندس، ان هو هنا ده مش هي دي نقطه البي سي، بعدها ب 3/10 كيو. يبقى دلوقتي يا باشمهندس برضه هنقولها بسرعه كده يا باشمهندس، يبقى هنا يا باشمهندسين المنحنى كنا بنقول مش عليه اتزان كامل لان دي نقطه البي سي، صح؟ بعد البي سي ب 3/10 ال وصلنا للميل كله ايه؟ اي. طب نبص كده على السبايرال، مش المفروض احنا كنا بنقول ببدايه السبايرال اللي هو الاس سي بدايه المنحنى يكون الميل كله كام؟ اي، صح؟ نشوف هنا عند الاس سي، اس سي اهو الميل هنا كام؟ 6، يعني الميل كله اي، صح ولا يا باشمهندس؟ بعد كده هنا يا باشمهندسين ميل كله كيو، بعد كده يا باشمهندسين 0 و وكيو. عند التي اس اللي هي الفاصل بين الايه؟ التانجنت وبين ايه؟ السبايرال 0 وكيو. يبقى الكلام ده طبقا للمواصفات اللي احنا كنا بنقول عليها يا باشمهندسين زمان هنا اهي. ده بالنسبه للسبايرال، كنا بنقول هنا عند الاس سي الميل كله ايه؟ اي، وعند التي اس الميل هنا يا باشمهندسين 0 وكيو. طبعا لو انت فاهم الكلام ده فاهم، لو مش فاهم مفيش مشكله، السيف الايه بيسهل لك الموضوع. خلاص يا باشمهندس، يبقى كده انت عملت السوبر ايه الايفيجن. قلنا عشان نظهر السوبر الايفيجن ده ونقدر نلعب فيه براحتنا بنعملها منين؟ كرييت سوبر الايفيجن ايه فيو. طبعا يا باشمهندس هو بيقول لك هنا بيظهر حاجات كتير، انا بس ايه الشولدر مش عاوز اظهره، وعاوز ايه يا باشمهندس؟ نظهر بس الانسايد والاوتسايد، نخلي ده هنا كده ونخلي ده كده مثلا، نظهر حاجه ايه بحيث ان هي تبان يعني، ونقول له هنا ايه في المنطقه دي، تمام يا باشمهندس؟ طبعا لو انت بقى عاوز تبص عليه ايه بص عليه براحتك بقى، ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش اي مشكله. وعندك هنا الميل اللي هو 6% اهو، لو عايز تراجع بقى راجع براحتك. خلاص يا شباب؟ في مشكله لحد دلوقتي؟ طيب. يبقى لحد دلوقتي يا باشمهندسين عرفنا ازاي نعمل المسار بالقواعد بتاعت اختيار المسار بالسوبر الايفيجن بالحاجات دي كلها. ولو انا عاوز اعمل سبايرال، ولو عايز اعمل سيمبل، وازاي اللي انا اجيب طول السبايرال، وازاي اللي انا اجيب الايه النص والقطر بتاع المنحنى والحاجات دي. في اي مشكله؟ طيب نبدا بقى ان شاء الله المره الجايه فين؟